يا الله، السلام عليكم. فيديو جديد عن طريقة غار أنواع الطيور. بالنسبة لي أستخدم سيليلاك بشري، هذا السيليلاك مجرباني، سيليلاك بشري مثل ما تشوفون، تخبطه أهم شيء خبط ماي حار، هذا الماي تفوره وتجيبه بين ما تخبط يصير فاتر داخل. هذول هم كاتر مجوع يا أخي، لازم يكون كل ما يجوع هو يظل يصرخ، تعرف وضعيته. كانوا فراخ كلش، هسه الحمد لله. تعال يا معود، تعال، انا ما معودهم انزلهم، بس هسه مو التصوير لان ما عندي. تعال تعال، ما عندي يعني الستاند، لازم واحد يلزمه وياي. وهاي تعال تعال، شلون اكل التراب؟ يموتون على التراب. تعال تعال حبيبي، انا معودهم على هاي الاصوات. هاي خاشوقة تعقفها وتشتغل بها. هذا محترف بالاكل ما شاء الله، بس هذا جاي يوسخ نفسه. انا العام هم جبت افراخ وكبرتن، بس على السلاك البشري صراحه كبرن وجهزن وبيضن بسبع اشهر تقريبا وعشرة ايام ايش، بس طلع ثلاثه النتايج، واحده من بيضه والثانيه هم رادت بيض وكذتن وبعدتن. يعني سالفه طويله، جبت لهن فحل والفحل ظل ما يلقح واصلا ما يركبن، هن يطلبون فحل بس ما يركبن. هسه قطع عن اكل ليش؟ لان استغربات، اول مره نزل من القفص. شوف راح يستطلع، تعال تعال حبي، تعال تعال حبيبي تعال. هذا البينو عين حمراء. خلنا نرجع القفص، وعندي هم افراخ مال فنجس. نجيب الافراخ مال فنجس، طبعا ذني زرقتهن جواهن، ما ادري بين الكاميرا وما بين مو فراخ اللي زرقتهم جوال، قصتهم طويلة. وين هم؟ شوف اطلق حلقة جوعان، هسه نزلهم واكلهم. تفتح حلقة مرات، اي هسه هذا جوعان، ما ادري مبين. يلا يلا اكل اكل، مرات يغرن هنا مرات ما يغرن هنا ذني. يلا يلا جيد جيد، هذا مو مثل الكوكتيل، نطي لقمة وعوفة. ايه اتصلوا علي ونقطع الفيديو. فهذا اني لقيت النثية اللي هي امهن، هذا ذن الزغار اللي ما تغر، اللي من تبزير لقيتها صار فتحة بالمحمية وطافرة، بس هي طالعة من الطيور شاردة. وظل بس الفحل، الفحل بس يقف عليها ندفي بيه، فقلت شنو الفايدة، خليه جوا ذني. هسه مرات يوكلن، هسه هذا ماكلاته زين، هذا ماكلاته زين مبين، وهذا لا جوعان. خلت لاحق حبيبي شبوشي، اعتقد هذا يطلع اورنج، فول اورنج يعني شكله هيك، يعني الشعر يطلع عليه شلون الصوف والبداية، هذا احمر شعره، يعني يستحق تعب. وهم اريد اشوف شنو الوضع بين اذا صار زواج بين السوبر جامبو والنورمال. انا صار عندي قبل زواج بين السوبر جامبو والنورمال، بس انا شنو النثي النورمال، والفحل سوبر جامبو طلع لي حجم يعني شوي اكبر من النورمال. بس هسه بالعكس، النثية هي السوبر والفحل كل حبوي. اي ما اكل فوكس مشكلة الا بعد كلش. يلا بين، المهم جاي ياكل. فالفحل عندي نورمال والنثية سوبر جامبو، صار عندي فضول اشوفهن شنو ذني صرح جامهن، راح اتابع عليهن. الصراحة راد لخلق، بس وانا من اوكل ذني كوكتيلات اوكلهن. ايه فمن بعد ما وكلنا الطيور ورجعناهم لمكانهم الافراخ، نجي على اخبار السمنانة اللي هي كانت قافة. هاي هسه تقريبا وصلت 25 يوم قافة، بيضات هذنيش طلعا ما ملقحات، مو ملقح بس بالشرجات اعتقد ماتن. فذبيتن هسه قفت على بيض، هاي رصاصية بيضت من جديد وهسه ظلت قافة عليهن. هاي تطورات عندنا هنا، هاي طيور الحب والرينبوات، هاي استوى يلا صبغت على علتني، على علتني هي وفعلها هاي. فهسه هاي يعني جاي تدخل البياضة هاي قدامكم، وبس تقرب هم تروح تقعد، وهاي جاي تدخل وخشمها شوية جاي يصبغ.
ما عنده اخبار. وهذا خطيه ما عنده مره لانه هو ابن هذا اللي هو هذا هنا امه اللي هي امه جابت بشرجيه بيضت بس بيضه واحده صغيره واحده كبيره. وهذا الدعفوس ابنها قال طلعت تبين اللي هو هذا بالله شبه تزين. فنروح بعد المن تطورات الكذا هذني جبت زوج كوكتيلات بس قاعدات بالبياضة ما أعرف شنو وضعي. الولد حسب ما قال لي يرداني بيضا بس ما أعرف إنه صارهن تقريبا 3 أيام يمي خل شوي نضوجهن طلعوا عيني يا أبا طلعوا نايمين قاعدين. ألو السلام عليكم هلا بالخميس خير إن شاء الله ما أدري مستميتين كل ما جيت انت يطلعن شو هسه ما طلعن. فنشوف ابو عاطي ومرته اللي هي راح تدخل البيت هم والله لازمه بياضه بس ما اعرف هذا تمام بيضه. ابو عاطي شنو الوضع يمك؟ ابو عاطي ما يقول لنا شنو الوضع. الف ناجس داخلات الدار ما بينات من اللي ف هذا ولا جزء وجزء نايمين على البيض. كوالي بيضه ولا 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 ولا